نيابة عن السيد رئيس أمن الولاية، يسعدني أن أرحب بكم اليوم في هذه الاحتفالية المقامة على شرف منتسبات أمن ولاية بازا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، التي من خلالها أتقدم لكن بأحر التهاني متمنيا لكن التوفيق في أداء مهامكن. ومما لا شك فيه أن هذه المكانة التي وصلتن إليها عن جدارة واستحقاق هي بفضل كفاءتكن وإرادتكن في سلك الشرطة المحفوف بالمخاطر، حيث أثبتت الشرطية الجزائرية على كل الأصعدة جاهزيتها وقدرتها بشكل خاص على التوفيق بين واجباتها المهنية والعائلية. في الأخير أجدد لكن كل عبارات التهاني حاثاً إياكن على مواصلة العمل الدؤوب. أغتنمها سانحة لأخص منتسبات الأمن الوطني من شرطيات ومستخدمات شبيهات أينما كنا وحيثما وجدنا عبر مواقع عملهن، بتحيات تقدير وعرفان نظير ما يبذلنه من جهود في سبيل الرقي برسالة الأمن والسكينة، داعياً إياهن إلى المزيد من التضحيات والعمل على تعزيز أواصر الشراكة مع مختلف الأسلاك الأمنية الأخرى، مقتفين بأثر تقاليدنا المهنية وبما يكرسه ميثاق أخلاقيات الشرطة، لأجل النهوض سوياً بأرقى وأسمى رسالة في الوجود، ألا وهي نشر وزرع بذور الأمن والاستقرار إلى ربوع الجزائر الجديدة، قلعة السلم والسلام. والعبارات ذاتها موجهة بذات المناسبة إلى كافة النساء اللواتي خدمن هذا الجهاز بكل صدق وإتقان إلى أن بلغن سن المعاش، متمنياً لهن طول العمر وصحة الأبدان في كنف العائلة الكريمة. يقول السيد المدير العام للأمن الوطني: كما أنحني إجلالاً وخشوعاً أمام الأرواح الطاهرة لمن ارتقوا شهداء للواجب وفداء للوطن والذود عنه من مختلف أسلاكنا الأمنية وسائر المخلصات والمخلصين. كل عام وأنتن بخير. عاشت الجزائر آمنة مستقرة ترعاها عيون لا تنام، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.